مرحبا بكم في هذه الحلقة. في هذه الحلقة سوف نرى تصنيع وتحضير الدواء بوتاسيت 3 بوتاسيت 3 إذن والذي هو عبارة عن تراي بوتاسيوم سيتريت. إذن والذي هو عبارة عن سترات ثلاثي البوتاسيوم لتزويد ودعم ووقاية الأغنام بعنصر البوتاسيوم أو من نقص البوتاسيوم. هكذا إذن صيغته الكيميائية K3C6H5O7. إذن بوتاسيت من كلمة بوتا من كلمة بوتاسيوم وسيت من كلمة سيتريك أسيد. بوتاسيت ثلاثة لأنه هو تراي بيزيك تراي بوتاسيوم. إذن هي مواتي واحد لحمض الليمون هكذا، فقد ثلاثة بروتون H زائد، فقد ثلاثة H زائد ومتحدة مع ثلاثة بوتاسيوم ثلاثة K زائد. إذن ثلاثة مول بوتاسيوم هيدروكسيد زائد واحد مول حمض الليمون. إذن هذا هو حمض الليمون عديم الإيماها على شكل حبيبات بيضاء، وهذا هو البوتاسيوم هيدروكسيد على شكل رقائق على شكل فليكس، فيعطيني واحد مول تراي بوتاسيوم سيتريت زائد ثلاثة مول ماء. إذن هو تفاعل حمض زائد قاعدة يعطينا ملح زائد ماء. إذن نفاعل 10 غرامات حمض الليمون عديم الإيماها زائد 8.76 غرام بوتاسيوم هيدروكسيد فيعطيني 15.94 غرام تراي بوتاسيوم سيتريت زائد 2.81 غرام ماء. إذن أول شيء نزين 10 غرامات حمض الليمون سيتريك أسيد. إذن هذه 10 غرامات حمض الليمون عديم الإيماها نضيفها إلى هذا الإناء. نستطيع استخدام سيتريك أسيد مونوهيدريت أحادي الإيماها، حمض الليمون أحادي الإيماها، ولكن مع تغيير المقادير والأوزان. الآن هذا 10 غرامات سيتريك أسيد أنهيدريوس نضيف عليها مثلا 50 إلى 100 مللتر من الماء. نحرك حتى ينحل هذاك السيتريك أسيد. حمض الليمون طبعا هو شديد الذوبان في الماء، لتسريعة الذوبانية يمكن الخلط والتسخين، التسخين حوالي مثلا 80 إلى 90 درجة مئوية مع الخلط لتسريع الذوبانية، ولكن ليس شرط، يعني حتى بالنسبة للتفاعل ليس شرط. هو أصلا التفاعل هو إكسوثيرميك، هو طارد للحرارة، وبما أنه طارد للحرارة المحلول سوف يسخن من حد لذاته لوحده. يعني الآن بعد ما ذاب كل هذه العشر غرامات من حمض الليمون عديم الإيماها، الآن نأتي لوزن 8.76 تقريبا 9 غرامات بوتاسيوم هيدروكسيد. هذا هو البوتاسيوم هيدروكسيد على شكل فليكس على شكل رقائق. يعني طبعا هذه 9 غرامات بوتاسيوم هيدروكسيد. أستطيع أن أستخدم البوتاسيوم كربونيت البوتاسيوم بيكربونيت، ولكن مع تغيير المقادير. طبعا نضيفها ونخلط، نضيفها إلى السيتريك أسيد. طبعا العملية هي إكسوثيرميك. بالنسبة للمقادير الصغيرة جدا مثل هذه استطعت أن أضيفها دفعة واحدة، لأن العملية هي إكسوثيرميك طاردة للحرارة. يعني يجب أخذ الاحتياطات بأن تأخذ إناء يعني يتحمل درجة الحرارة، الإناء الذي يتحمل درجة الحرارة المصنوع من البلاستيك لديه تناسب طردي مع سخانته مع سمكه يعني سمكته. طبعا تشكل لنا مباشرة تراي بوتاسيوم سيتريت. إذن محلول هيدروكسيد البوتاسيوم ومحلول حمض الليمون ومحلول تراي بوتاسيوم سيتريت لا لون لهم يعني شفافين لا لون لهم مثل الماء. يعني إذن في هذه الكمية من الماء
منحل 15.94 غرام تريبوتاسيوم سيتريت. طبعا بالنسبة للمقادير الكبيرة يجب وضع البوتاسيوم هيدروكسيد داخل الماء ثم إذابته ثم الإضافة على السيتريك أسيد بالتدريج مع الخلط. ولكن كما قلت لكم ولأن المقادير التي استعملتها ضئيلة صغيرة نسبيا بالنسبة لهذا النوع من الوعاء لا يوجد مشكلة. طبعا كهذا كان فيما يخص تصنيع المنتج بوتاسيت 3 والذي هو تريبوتاسيوم سيتريت، أساسه هو تريبوتاسيوم سيتريت سترات ثلاثي البوتاسيوم لدعم ووقاية وعلاج الأغنام من نقص البوتاسيوم. إلى اللقاء.